مرحبا اصدقائي، معكم حسن ليدر. اكيد كلياتكم مستغربين انه انا ايش عم بعمل بقناه عبيده مستر كوميدي. اول شيء حبينا نقول لكم كل عام وانتم بالف خير ورمضان كريم علينا وعليكم. وثاني شيء انه انا وعبيده عملنا فيديوهين مشتركين، واحد على قناتي وواحد على قناته. من بعد ما تحضروا هذا الفيديو روحوا احضروا الفيديو تبعي، بتلاقوا رابطه باول تعليق مثبت او بصندوق الوصف. وهلا بتمنى لكم مشاهده ممتعه. الله على الهدوء والرواق والسكينة. أحسن شيء لما تصحى وما يكون في حدا بخلقتك منوب، لا أكل لك صباحك ولا يحكي معك، لأنه صايمة ومالي طايقة أشوف حدا منوب. قول الحمد لله أنه لساتك عايش. لك أنت الموت قليل عليك يا ناطي. مين جاب الوقت؟ وينه جاي؟ شوف شلون بدخل بابوج على السجاد. بس بدي اعرف انت كنت قناصة شي؟ ايش تعمل اجرك؟ ايش تعمل اجرك عشان ما لحقك بالتاني؟ ايش في ايش في ايش هالصوار؟ لا ما في شي سلامتك، بس ايش تعمل اجرك انت كمان عشان ما اسلم ولا تسلم على حالك؟ خلص خلص ماشي ايش في؟ وديارة طلعت عضها من الجمعة. ولا تقعد على الكنبة، عود على الأرض. يا حزرك مين أنا؟ لا الجمعة. الجمعة لازم ارحبه. ايش في؟ صار لك طقت من فخ اشبك ما بدك لا شيء. وارحم بحالك لساعة. His name is John C. شو رقم عبادات؟ طمنا عنك. وين غلطت يا زلمة ليكون زعلانين منا من هديك المرة؟ صلي على النبي يا زلمة، انتو بنزعل منكم، انتو مهابيل ما بتتعب عليكم. كيفك وكيف صحتك؟ ضليت بدك تطلق المدام؟ قصدي على ابو تحسين، سمعت قاضي اتجوز على مرته وسمعتك اخبار التاني. يخرب دياره الهي، حدا بكون عنده هيك مرة بروح بطلقه وبتجوز غيره؟ غشيم. والله يا امو بعد ملاحظ لك انه الموضوع فيه قلنا هدول الجوز ما دام اجتمعوا معناتها في تخبيص بالموضوع. انا بعرف. لا لا تكرهم، انا فهمته ومدرسته وبعدين تحت مراقبه. تعي احكي لك، هلا شفت ذاك قصاب عنده كيلو لحمه ب 20 ليره بس بتصدقي؟ تعي فرجيك اياها. تعي 20 ليره؟ ايه لحمه كلاب ما بتجي هيك؟ تعي فرجيك اياها. تعي كويسه مو؟ هي هي الكيلو ب 20 ليره؟ ولك ايه؟ دلك على المحل؟ دليني دليني. تعي دلك عليه من هون، شايف هذاك الباركت باول حاره؟ جنبه راسه في قصاب، هذا هو. يخرب ديارك. ليش؟ ايش فيك؟ شو ليش؟ ما بتعرفي انه هذا القصاب امبارح حكمشوا عليه الشرطة وقطعوا عبيه لحم حمير؟ حمير؟ كان زمان عم تجيبه من عنده؟ لا ما وقتي. وما بعدها؟ اهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك راح نعمل مسابقة، يلي راح يربح بالمسابقة راح يربح معنا بقيمة 5000 دولار. 5000 دولار؟ التحدي راح يكون عبارة عن سباق عائلات، يلي راح يربح معنا راح يربح 5000 دولار. شو مستنين؟ يلا تعالوا شاركوا معنا. ام عبادة ام جمعة الحقونا بسرعة. 5000 دولار الغدور راح يروحوا لحالهم. يلا اهلا وسهلا فيكم، خلونا نرحب بالعائلتين اللي شاركوا معنا. العائله الاولى عائله ابو عباده، اهلا وسهلا. ومنرحب بالعائله الثانيه اللي اجت تشارك، عائله ابو جمعه، اهلا وسهلا. شروط المسابقه الكل صار بيعرفها، واللي راح يوصل قبل راح يربح 5000 دولار. نبلش بالعائلتين ابو عباده وابو جمعه. ابو
اول واحد راح يوصل راح يربح 5000 دولار. جاهزين جاهزين جاهزين. هات الإشارة يلا. 1 2 3 انطلقوا. ابجوا على تحاول انا الربح على بالك. لا تحاول والله بتحلم. لك على دبي ما بخليك تربح 5000 دولار. يلا ابو بدا يلا ابو بدا بدنا نغير طقم الكنبايات بدنا نربح 5000 دولار. يلا يلا بجمعة يلا وعك تخسر. اه بدنا نربح 5000 دولار. لحظة انا هذا شلون بدي خليه يقف؟ خطرت على بالي شغلة. ستوب. لك ايش بو هاد ليه بقول ستوب؟ ارتعشوا خربت السيارة خربت السيارة. لا حول ولا قوة الا بالله. لك ام عبادة قلتك مين بربح؟ اكيد ابو عبادة بده يحكي يعني. لا اكيد ابو جمعة مبيني روحي. لا ابو عبادة راح يربح. ابو عبادة لك ابو جمعة يعني لازم اسبقه لازم اسبقه. جوزك غشاش ما شفت ايش عمل. لا حبيبتي مو غشاش حلال على الشاطئ. الله على الشاطئ اللي سالك عن تحكي ولا عندي صعب تحكي. His name is John C. اخي والله ما بصير والله ما بصير. هذا اسمه غش. ليش خلاني اوقف بعد المشي؟ ولا انت صوتك ليش عم تطلع؟ لك انت اللي صوتك. His name is John C. 1-0 لعائلة ابو عبادة والمتسابقين التانيين. جهزوا حالكم. والله على دمي ما راح خليك تكسبي. نفس القاعدة يلي راح يوصل قبل راح يربح. جاهزين 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 جاهزين. يلا يلا خلصنا. يلا 1 2 3 طلقوا. لك لا تعجبي حالك. والله انا كسبانة وحياتك. على دمي وحياتك. انا كسبانة وحياتك. يلا ابو بدا ام جمعة. يلا ابو بدا لك يلا 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 ابو بدا يلا. آه بدها تكسب. آه بدها تكسب. آه يلا ما بدا. إذا بنربح ما رح غير لقطة أمريكا النبات بس رح غير لك البيت كله. يلا شوف الحقيرة شو رح تكسر. شوف رح تسبقيني يا أبو عبادة. لك أنا بفرجيك. الوضع عم يفضلك. ايش عم تعملوا انتو؟ يلا يا بابا اسكت. يلا انت اسكت. ربحت لك ربحت. انا غش انا غش. مع الأسف شروط اللعبة ما تطبقت لذلك تعادل. ما راح حدا راح يكسب. ولك شلون هيك بعد كل هالعزم ولك هاد معايو هيك؟ النتيجة تعادل ما حدا راح يربح. مع الأسف يعني بعد كل هالعزم ما راح نربح شيء. وما بدا اوعك تخليه يهرب. لا تأتي هم. أنا فهمته ومدرسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادة بسيط نور الضحكية. جيناكم فيديو جديد. 3 2 1 عبادة أخذ بيه. لا
تاجري هم، انا فهمته تحت مراقبه. طلع وضحك والله وضحك. انا ما ضحكت. خمسة استنى شوية جلس انا انتعب مني. صلي على النبي يا زلمة، انتم ما بنزعل منكم، انتم مهابيل. ليه انصدمت اول ما تقول انت مهابيل؟ ايه تقول نعم بقى. انا ليه انصدمت؟ ثلاثة اثنين واحد ماضية؟